مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة السيد ياسر علي. أهلا بكم سيد ياسر. بداية، ماذا عددتم اليوم من فعاليات في يوم النكبة؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم العظيم من أيام فلسطين، هذا اليوم الذي يسبق يوم النكبة بيوم واحد بالنسبة لنا هو يوم كبير ومفصلي. كل أنظارنا تتوجه إلى غزة وإلى الداخل الفلسطيني وإلى التحركات الداخلية والاحتجاجات على هذا العدو الصهيوني الغاشم والاحتلال. ونحن في لبنان الآن نتضامن مع الفعاليات في الداخل بفعاليات واعتصامات في داخل المخيمات، علما أننا قد أعددنا ليوم الغد مسيرة كبرى ستتوجه إلى قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية في عند قلعة الشقيف لكي نعبر عن تضامننا مع مسيرات العودة الكبرى التي تشهدها فلسطين في الداخل والشتات الفلسطيني. كيف تابعت تفاعلات المدنيين إن كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين كمواطنين عرب وحتى من دول أجنبية؟ في دول أوروبية حدثت تفاعلات، مظاهرات وغيرها، كيف تابعتم هذه الهبة إذا صح التعبير مع القضية الفلسطينية؟ لا يمكن إلا أن نثمن كل تضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية، وكل الشعوب الحرة تتضامن معنا كل دائما. نريد أن نصل إلى مرحلة التضامن الدولي، مرحلة تضامن المجتمع الدولي، الأنظمة تتضامن معنا. المشكلة الآن التي تواجهنا هو عداء الأنظمة للقضية الفلسطينية، بعد أن كانت تستحي في بهذا العداء وبما تفعله، الآن تفعله رأي العين وبوضوح في أمام شمس النهار. فبالتالي المشكلة الآن أصبحت ليس يعني من يخفي سوءته، لا بل هناك من يظهر سوءته ويفخر بها ويفخر أنه يخون القضية الفلسطينية. لذلك نناشد جميع الشعوب العربية أن لا تتواءم مع حكامها، وهذا عشمنا بها. ونحن نعلم أن الشعوب العربية والشعوب الإسلامية كلها تتضامن مع القضية الفلسطينية، وما هذه الأنظمة إلا حالات مؤقتة لن تستطيع أن تقف في وجه هذه هذا التضامن الشعبي. وأذكر أن الانقلابات والإطاحة بمعظم الحكومات العربية حدثت بعد النكبة في 48 وبعد النكسة في 67. سيد ياسر، 31 قتيلا حتى اللحظة، وعشر وآلاف المصابين طبعا برصاص قوات الاحتلال، يعني كيف يمكن أن يتوقف نزيف الدم الحالي؟ السيد عز الدين إبراهيم هو صحفي فلسطيني وكاتب، قال بأنه حكومة رام الله هي مسؤولة عن ما يحدث بسبب تخاذلها، ويعني ابتعادها عن اتخاذ قرارات حاسمة لدعم القضية الفلسطينية ولدعم أهالي غزة. كيف تتابعون الموضوع؟ نحن ننظر إلى هذا الأمر أن إسرائيل أو الاحتلال الصهيوني مصر على عسكرة هذه المظاهرات السلمية والتصدي لها بالأسلحة النارية والأسلحة المحرمة وهكذا، فإنما ونقول أن الموقف الفلسطيني الشعبي جامد مع المقاومة الفلسطينية، إنما كما ذكر زميلي السابق أنه في رام الله هناك من يعتقد أن المقاومة، حتى هذه المقاومة الشعبية، هي مقاومة غير ناجعة، ويقاوم كما رأينا بالبلالين، يعني يريد أن يواجه نقل السفارة وهكذا. فنحن نقول أننا أمام استحقاقات كبيرة، يجب أن نكون على مستوى المسؤولية وعلى مستوى التحدي. الحكومة في رام الله أو غير أو حتى قيادة السلطة في رام الله عندما عقدت المجلس الوطني الفلسطيني اختارت له قيادة متوسط أعمارها 70 عاما، في الوقت الذي نحن نعلم أن الشعب الفلسطيني 50% من الشعب الفلسطيني تحت 30 عام، فكيف يمثل هذا الشعب؟ لا أدري، لكن نريد قيادة على مستوى التحديات. القيادة الفلسطينية في رام الله ليست على مستوى التحديات، نحن أمام نقل السفارة ومسيرات العودة وذكرى النكبة، نريد القيادة بمستوى هذه التحديات. نعم. ونأمل أن يستطيع هذا الشعب أن يختار قيادة أفضل من هذه القيادة. السيد ياسر علي، عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة، شكرا جزيلا لك.